سين جيم ماري. كلمة ليك انت. اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا. بونجور اطفال، بونجور اطفال، شنو نحكي؟ جابوني كل البنات وجعفوا. نعم مع السلامة انيسة، انت ما ديما تسكت فيا اخي، قاعد تسكت. كنت تحبني نغيب؟ مش في بالك مانيش غايبة. اي سيدي نبداو يلا نبداو. اي سيدي كثير ما ديرش الكل فيشت احنا مثالش، احنا ديما نقرا ونحبكم تخلطوا. خاطرنا بريفي، خاطرنا مدرسة بريفي. عندك مشكلة مع المدرسة؟ منحب ليه، منحب ندرس بريفي. رد بالك أحمد. نعم. نبدأ بيك ولا كيف؟ أبدأ بيا أستاذة. بالله صبر صبر بالله ريتك. أي سيدي أي سيدي، ماما بعثت لك كيك. آه ويعطيها الصحة ماما، أما فرقوا على أصحابك. عايش ولدي باهي مستي هذي اللي بجنبي. يا سيدي اش بيكم اليوم؟ مازلنا أول أسبوع وكذا، اش بيه اللي بجنبك؟ ستي اش بيك ماكش بطبلية بيضة؟ يا سيدي نقول لكم الموضوع وما زلت حاب تسمعوا. يا سيدي التام اليوم شنو نعملوا؟ دوره حول العالم. خد زينوبه تحضر في فواياجها الجاي. الاخضر كيف غزالك؟ اللهم لا حسد، اللهم لا حسد. يا سيدي باش نعملوا دوره حول العالم؟ لا ما نسامحكش، كمل جملتين كمل جملتين. والله العزيز تبداو هكا راهي ما تكفيش. والله يقلق فيك. باهي شنو تحب نعمل؟ اذاعيا ما نعرفش، اذاعيا ومدرسيا. اذاعيا يقلق فيك جعفر؟ سايبو شكل كرني محلي يعمل هكا بخشمه بحذاك جعفر. شو الكرني محلية تقريبا برشا معلومات باهية. باش نعملوا دورة حول العالم، باش نحكيوا على أهم لي مونيمون ولا الحاجات اللي تنجموا تشوفوهم في كل بلاد. لي مونيمون أحمد، نبداو ببلاد سهلة فماش ما تسلكها. تحسوا فيتامين أحمد فماش ما تسلك. سميلي ثلاثة حاجات من أهم المعالم المشهورة في البلاد هذية، كيف تمشي تزورها وين تنجم تمشي؟ ثلاثة برك تنجم. المفروض إنسان عادي معناها ينجم يسمي حتى عشرة. مانيش عادي. أنا ديما يقدروا يدي ماكش عادي. رباب بي سمح لي ولا نصار ولا نعرف معالم الأثرية ولا نجيبك ولا نجيبك بالحق. ما تحرموش مصر. مصر متحف توت عنخ امون. فماش حاجه اسمها متحف الاهرامات. الاهرامات الاهرامات تكلموش. الاهرامات الاهرامات الاولى ابو الهول. ثالثه نهر النيل. معلم باهي مثال، مش معلم اما يزوروا توريست. باهي يا سيدي صح، خليه فماش كون يحب يزيد حاجه. المقابر الفرعونيه انيستي، شكون يحب يزيد حاجه اخرى؟ صوت متحف القاهره تيسير. زدنا حاجه في مصر، القرية الفرعونية، جامعة الأزهر. بيه مثلا جعفر. سيدة زينب. سيدة زينب. خان خليل شيشة. عندك أعطينا نقطة لأحمد. برافو أحمد. نحن نجيبه ياخذ نقطة. قلت المهرمان. لا هكا لا بالكل زاد. أي كل واحد وحده، مفضلكم يعيشكم. رباب جي في أنا طول كل واحد وحده. يا رباب ثلاثة معالم تنجم تزورها في فرنسا. في فرنسا الجندي المجهول. احسنت. المون سان ميشيل اذا نهبطوا النورماندي، مش كان باريزك هاو. يعطيك الصحة. نقطة رباب. زينب اعطيني شنو نجمو نزورو في اسبانيا؟ في اسبانيا شنو نجمو نزورو في اسبانيا؟ باهي ذي كرفخال. عمري مشيت اسبانيا، مشكلة. نجمو نمشيو للاندلس، نمشيو نشوفوا بلدان مدن كيما قرطبة والا سيفي والا غير. ما نعرفش معالم شنو. خليو اي حاول جو باتوش. شنو اخر؟ لا لامبرا. لا سي الحمراء. لا لا لامبرا في برشلونة. خليها على روحها ويقول لي الكومب نو يهيب لي سي تو فو. هو متحف متحف كروي كان تحب. شنو اخر في برشلونة؟ شنو فما طحت من عيني انا. ما مشيتش لاسبانيا والله اللي ما نعرفش. باهي خليني نمشي للي تحت من عينه. ساجرادا فاميليا. لحظه ما عطيتكش. لا ما يصيرش. سمي لي اسبانيا ثلاث حاجات وانا نعرف اللي انت مشيت. ما نحبش انا نعوض زميلتي. ماكش تعوض، انا سالتك. هي في مشكل كبير مسكين. جاف ما نحبش نعوض. وانت حفظت فيها ركبك. ما نحبش نعوض. انت خير زميل. انا نعرف كل شيء ما نقولش. انا مثال زينب ما جاوبتش ما نجاوبش. انا نخليك تجاوب. انا خير منها. انا نخليك تجاوب. لا احترمي روحك. كملتوا جافيا ولا شيء. ثلاثة بلايص في اسبانيا. في اسبانيا نحب نعوض. ما نحبش نعوض. جاوبني. في اسبانيا متحف مدريد. الحمراء.
متحف مدريد متحف برشلونة مجلس النواب تاع مدريد زاد يتشاف ثم شارع كبير برشا برشا شارع بورقيب ساغرادا فاميليا ساغرادا فاميليا سي بون ثم ثم بواتا انت مشي مدريد انت مشيت لاسبانيا بالحق جعفر مشيت برشلونه مش قصر الملك باهي ساغرادا فاميليا في برشلونه كما قالت رباب فما الباركي كويس شو انا قلت ساغرادا فاميليا زاد في برشلونه اي باهي رافع جاودي جاودي لا مشيت كلامك ما كومش باش تحكيوش لي مونيمون بالله خليني نلعب وحدي كنت يا رسول الله شوف اخر تنبيه لكم الكل باش نمشيو منظمين يعيشكم من فضلك والله فاجئني والله تبارك الله عليه والله مظلوم تيسير لي اتازوني امريكا سميري ثلاثة حاجات فما عشرات الحاجات نجم تزورهم في امريكا ترى انت وليت قوي في امريكا ساعة اول حاجة من الناس كل باش يقولوا لا ستاتيو دو لا ليبرتي في نيويورك في نيويورك عندك الكاتراز مشهور على الاخر في سان فرانسيسكو عندك الجران كانيون فما فما نتكلموش يا عايش فما قنطرة مشهورة في سان فرانسيسكو سان فرانسيسكو يس الجولدن جيت جولدن جيت يس فما تايم سكوير تايم سكوير نيويورك فما هوليوود بولفار في انت فت اما انا مش نعطيك نقطة كها وحتى كي تزيد معناها برافو تيس اما يعطيك صحة امريكا بلد كبيرة برشا اقدم وحدة تاريخية في امريكا نزلت نتكلم سامحني برا غزي فزي مو ولا لا صارها اللي هي الجران كانيون اقدم وحدة من عهد الهنود احسن فين فانا ستيت في نيفادا اللي هي ستيت شنو أريزونا ب نقطة التيسير هانا وصلنا للصرافة يا صرافة أصعب ما عندك أعطيني لا مازال الصعيب أعطيني تركيا ترى تيجي تركيا ما نحبش أنا لا مش على كيفك السؤال شو اسمه البوسفور باهي أي صوفيا داكور في اسطنبول موسكي بلو موسكي بلو اسطنبول شو اسمه الآخر فما بالي شو اسمه إيل دي برانس دي برانسيس ولد جوزيف الأميرات جوزيف الأميرات بويكا دا وكذا كسر 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 المشهد ياسر مزيان ولات معناها كارت بوستال الكبار نتاع تركيا كابادوكيا كابادوكيا عاشك قبل احسنت به رافع ياخذ نقطة جعفر المغرب المغرب ثلاثة حاجات نجم تزورهم في المغرب عندك مراكش شفشاوة سماها بصحيح كي قدر ربي شفشاو 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 قريت شفشاو تتميز بي تتميز بي باش معروفة بالألوان لون كلها أزرق هاي حسن تبارك الله فيك هذه واحدة مراكش شنو فيها كي مراكش أعطيني حاجة في مراكش معروفة في الخريطة موجودة ساحة الفناء ساحة الفناء يعملوا كيما الفكير وكيما الجو والموسيقى ساحة الفناء يزيني حاجة أخرى بارشا ميكلا جامع ملك الحسن أي مسجد الحسن هدايا الشمس تدخل من كل شيرة أي سيدي الحسن أنا جامع الحسن هاي ترى كمل الأكبر زين حسن الحسن الأكبر واللي هي فانا مدينة كازا يا رسول احسن كازا هذه الشمس قلت فاستو الشمس تضل من كل شيرة وريتوهم زينه ومجهود زينه بارك الله فيك ما تسميش لحظة ما طلبنيش موضوع ما تديش تعطي في حاجات يا رفعي الشمس تدخل من كل شيرة دوك جعفر قلت صحة الفناء في مراكش وقلت لنا جامع الحسن الثاني في كازا وقلت لنا قرية شفشاون وعندك نزيدك مع شفما في طنجة ترى لا مش طنجة طنجة ساعة مدينة ياسر مزيان تيمومي بادو زيكي لمريس برجولي اقوى اقوى جينيراسيون هذيك لمريس تيمومي بادو زيكي ثم عزيز بودربالا ملاعب ملاعب يعلق حتى ذوما ديمون كريمو مري مركبيتور نقطة الجريحة محمد محلية اليوم والله إذا عملنا لنا بلدان إن شاء الله يخليوني هك شوف إن شاء الله يخليوني أنا سافرت في حياتي تعرف حاجة ولي وهذا ويقولوا لي راك صعيبة ولي أنا مخليتهم خليني يشوفوا الصعب بالرسمي أطاحت حد ما عاد يتكلم سي أحمد لا عمري ما سافرت أحمد مش مشكلة الإمارات هاي أقول عمري ما سافرت قتل الإمارات هاي والله عطيتك حاجة سهلة اللي هي متداولة في الريزو سوسيو نجم تلقاهم ثلاثة حاجات برج خليفة بيه وين برج خليفة بيه علخ
فما ريستورون دو تيسير ريستورون تيسير غادي تسكول تسكول تمشي له الثالثه الثالثه جزيره النخله لا هذيك ما جديده تسمى لا برج خليفه قديم برج عرب باه اللي هو شنو برج عرب هو مش فرنساوي معناها برج عرب تراه قول له جعفر هوتيل بتبيع 8 ايتوال دو لوكس يا اخي ما انا مرشي موتيل اي بي اغزل يا باش نعطيك حاجه ما اسهل خاطرك ما سافرتش هذه لازمك تعرف انت في داركم نقعدوا في الامارات قداش فما من اماره في الامارات العربيه المتحده زادوا كعبه هما باه ما زادوش ما زادوش فما 8 بالله يوريهم اعطيهم لار شوفوا في الكلاس ما شاء الله عليهم سبع إمارات سمي لي حتى واحد ما يتكلم سبع الإمارات سمي لي قطر على قطر ما عندوش أزمات دبلوماسية خلينا في الإمارات قطر سمي هاي سمي بالحق تعرف ما تعرف بي برج خليفة وين برج خليفة في دبي واحد هذه إمارة دبي سهلة لغة أبو ظبي الرياضية ام بي سي ماكس أسف أنا ما حبش أديك على الإمارات جدة لا لا يدي يسمعني بالرسمي يزي أحمد سميهم لنا تيسير ما عندكش نقطة أحمد بالطبيعة تيسير عندك عزم لا 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 لحظة تيسير لي اعطي واحد غير يعرفها لا لا ما نعرفش واحد غير تيسير انا رقم لي باس ها هو راه اعطيني انا خاطر يعرف تيسير عاش غادي ابو ظبي دبي الشارقه عجمان لا 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 من اللي بتكلمش لا لا انا خاطر باش نطلع زاد استنى عجمان لا 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 تيسير ما تعاونيش انا تو ما تعاونيش في وقت واني ستي انا تو وتوا وليت اني ستي هاك انت كنت تفرق في الكلمه جعفر دبي دبي راس الخيمة راس الخيمة عجمان أبو ظبي الشارقة الفجيرة هو هذا موزز ناقصين ناقصة واحد أقعد خاطر عاود أبو ظبي مرة ثم واحدة بين قلت بين لحظة واحدة بين إمارات وتولي ولاية في بلاصة أخرى تخدم جمعة بجمعة أي هيك ما تخدم سلطنة عمان يظل لي ولا ما يقول ما هيش على حدود سلطنة عمان شو اسمها الأخرى اللي قاطت عاود لي سميتها ما انت راس الخيمه عجمان ابو ظبي دبي الشارقه فجيره نزلت واحده نقول هي لكم وترتاحوا وتقعدوا تتنظموا ام القوين هذه موجوده بين زوج دول هيا به احسن الباسبور هذه كيفاش نقسمها انا ليه تيسير وجهك خلي وين وصلنا وصلنا الرباب احمد ما جاوبش احمد ما جاوبش وفي الموضوع وصلنا الرباب سميت لك برج خليفه برج عرب بخذكم ثلاثه نقاط مازلت تناقش نحي لك النقطه اللي هي ما فماش اصلا لا اصلا ما فماش يعني رباب نعم انيستي سمي لي ثلاثه مدن اثريه في تونس دوغا لا قولها مليحه عجبتني دوغا استنى الساعه اللي في دوغا الجمل لا زين اللي في منوبه سمي معايا المنطقه يسر محليه كركوين سيدي وراي كركوين بيهم اثر روماني احسنت شكرا بي. اما بربي زين اللي في منوبه نسيت اسمها اوذنا شكرا الحمديه على اوتيك انتم ممكن سونس دو لوريونتاسيون يفضلكم نحكيو بالواحد بالواحد نرجعوا للبلدان زينب سمي لي ثلاثه معالم في ايطاليا Le Colisée de Rome, le Tour de Pise, le Musée de Rome, la fontaine des. B, femme amdina très spéciale. Florence. Barche, Florence, Venise. Venise. B, très bien. Nocte al-Zainab. Narjou le Taïsir. Habou Sabou Shoya Taïsir. Najam Chitkoli, Tletha Maalem, ou la Tletha Hajet Zurhum, Fossin. Fossin, femme à la muraille de Pékin. B, la grande muraille. Ça, c'est la femme à Rishimadon. السور الصين العظيم بالعربي اي ميغاي قالوا ميغاي دو شين ما لازم نترجموا لحتى لغاية اه اي باه فما لا لا يتنبر عليا انا اللي نبرت عليك انت اخرجت من المؤسسة كمل تيسير كمل تيسير شو اسمع فما برشا حاجات فما باغ اكزومبل مارشي فلوتون اللي هو موجود في تايلاند موجود في الصين في الصين انت تو مشيت لي للخضره والغله وباش تسالك روحك لا لا فما في الصين ما تشوف فما لا غروند ميراي فما لا سامحني المعلم الوحيد اللي تنجم تشوفه فما البلاس ماو فما الاخرى البلاس اللي وقف فيها الراجل قدام قدام الطنك هذيك معروفه على الاخر يا ربي ليماج ياسر معروفه والبلاصه ولات معروفه على الاخر فما حاجه اسمها لا سيتي انترديت فانا بلاصه لا سيتي انترديد مش في شنغهاي مدينه المحرمه صحيت في بكان انترديد اخرولها مازلت فما حاجه اللي هي يسر محليها ليماج فما اون كيما نقولها هكا باش تفهموها فما اون ارمي
يا زينب اللي مصنوعة كلها بالطين. أي هذيك نقصت فيها. صحيح اسمها تيراكوتا آرمي اللي هي تعرفها جعفور. الجيش الكل. جيش كامل مبني من الطين معناها هكا. جنود. كاملة جنود 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 مبنيين من الطين. زاد هذايا معلم ديما يمشيوا له في الصين نجم. وتقول الأسطورة. نص نقطة تيسير. نمشي الرافع. علاش قلتوا جيش الطين. هما غاديك يمنوا تقول الأسطورة أنه الجيش هذاك باش يجي نهار ويفيق معناها. يرجع لل. وخليه رافع يوجي انا كنت نص نقطه جاوبت كامل قاطيت نص نقطه جاوبت كامل عاودهم للثلاثه اللي قلتهم نحبهم انا اللي نناقشوا نعطيني بلاس ما هو ما هو ميغاي دو شين قلت لك لو مارشي فلوتون اللي هو فما في تايلاند دونك لي فما في زوز مدينه المحرمه ماشي فلوتون لي سي باس معناتها سي باس سامحني مدام معناتها هاي عاد لي لي بالحق الجامع الكبير نتاع حسن شيني في المغرب نتاع كوجين ولابس عليه وعنده جامع الصغير نسميوه في الامارات قول لي ليه ماك سميته في المغرب فما جامع اخر رافع والله والله عنده ريستورون وشي نص رافع بريطانيا لا عاد سي بون بيج بان بي البريدج هذاك نتاعهم مروين شو اسمه كامبريدج صفوي لا سال كامبريدج ايكول ايكول وهذيك حطها لي زاد لا انت البريدج اللي تحب عليه سميه لي شو اسمه عرفتك على شنو تحكي انا في لندن بريدجستون تحكي على تاور بريدج بي وشنو اخر شنو اخر فما حاجه معمول كيفها في في دبي اللي انت تطلع في وسطها وهي تو لك الغو انا جاي نتاع المانيج الغو شو اسمه ما نفهمش بالانجلي مانج نعرفهم بالعربي اي اوف لندن اي لوي دو لندن اي لندن اي ما موجوده في دبي مدام كيفاش تعطيه النقطه هي موجوده زاد اكثر منها في دبي والله نتاعك عايش في تيسير والله نقول لك حاجه انت وحدك قلت لي موجود هكا وهكا انت وحدك وحدك ضري تروح سامحني سي بون رافع انا خديت والله اكبر من هذا راه مش معقول راه هذوما دي زوند نيجاتيف والعباد اللي تسمع ما تحبش تسمع شيء نستي من توقيت يا باكنغهام بالاس زاده فما باكنغهام بالاس عندك الهارود عندك برشا بلايص تاخذ نقطه رافع ميرسي عايش كل اللي يضحك كمان اي سيدي جعفور نعم تايلاند يا حبيبي من اكثر البلدان السياحيه في العالم ما تنجمش احتراما في لا 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 علاش ما تنجمش تقول خاطر إياب قالوا حاجة يسر تتقال ولا لا لا المعروف هي المساجات اي مش معروفة معروفة بالمساج المساج شوني النجم يقول لنا لا نجم كمل أنا نستي اي تفضل انت قلت لي ما نعرفش قول المساجات المساجات فهمتني للدراغون لا 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 لازمكم توريوهم باش يعملوا البنات باش يفسروا الجا طومبل بودا وريهم وريهم حسين كزينب مدام نجم انا لا انا باش نتكلم والله يعيب عليكم اليوم والله طيحتوا لي الهواء اما بودا كوشي مدام صوص تايلاندي اما بودا بودا كوشي توت اونور اللي هو اونيك بودا كوشي بودا فما جاردن روز خويا لاباس بابا ماني نعاون فيك ما تعاونيش بابا فما جاردن روز باهي جاردن روز بودا اعطيني حاجه برك نجم نعطيك بها بها النقطه سمي لي سي بون زين سمي لي جزيره مشهوره بها تايلاند فما برشا جزيره تاي تاي والله العزيز عيب عليكم سنوكيتس شو اسمها؟ فوركاتس كانت قهوه هوني هاي لحظه فوركاتس فوركاتس اللي هما جزر مجموعه من الجزر جزيره واحده جزيره ارخبيله واحده ارخبيله على روحها هيك فهمني ولا فما فما باتايا 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 انا باش نعطي النقطه مشتركه هو مجهود ما شاء الله جماعي معناها الناس تتكربص باش تفسر الجعفر يعطيكم الصحه به راهو الروح الجماعيه هذيك كي نقراو في فيشتا مدام نديهم ما يمشي شوفوا هذايا كان اكزامبل نتاع اللي ما لازمناش نعملوه الحصه هذايا ما نحبش تتعاون مع الشيء فقنا بها في بطايا واحد ما تنجموش مش معقول احمد لما حاله فهم في الاخر هاو كاسكت ما عندكش نقاط احمد باش نعملوا له نعملوا توتال راهو اخر الجمعه هذايا ونبداو نحسبوا التريميس الاولى عندي نقاط قلت لك ساكت شكرا لكم شكرا لكم ان شاء الله نعاودوها مره اخرى تكون خير من هكا جعفور ان شاء الله نسيت ربي سامحنا تفضل طلع عملنا حاجه عزيزي المستمعين هم الشيء عاد احنا تو نهار راح وان شاء الله نتقابلوا غدوه 9:30 نعرف اليوم فيش كذا ان شاء الله ما قلقناكمش ان شاء الله نشط بشوي خاطر نعرف انتم راكدين فهمني ولا غدوه نتقابلوا 9:30 نص النهار في ساعه سعيده في الامان باي باي.